قبل كل شيء الرحم على شهداء 84 لحد الآن، ونديم الرحم على الشهداء اللي توفاوا الله يرحمه. أنا كنت مقيم بفرنسا نخدم ولباس عليا، كنت عندي كارت سيجور وكارت رافاي وقت جاك شيراك. عام 84 يجيني تليفون قالوا لي اجري راي اختك لو ضربوها بالرصاص. وين ضربوها؟ ضربوها في وسط المطبخ، طيب في كعبتين عظم فهمت ولا باش تاكلهم. هذه امي باللفظه هذيه. جيت روحت، كان معايا بابا اخوي الاكبر، روحنا هبطنا في المطار. المطار قالوا ما يخرج حتى واحد راه كفر فيه بدا. حبسنا يجي يبكم مدة ساعة ساعة ونص. أنا نحكي فيه راه كلام حق، كلمة ما نزيدهاش. بعد ساعة ونص خرجونا روحنا. كي روحت للدار نلقى الدار معبي بالعباد، نلقى أمي مصدوم لحد الآن. معناها توفت، هي توفت، مرضت على بنتها ومات، توفت الله يرحمها فهمتي. ماخذة صدمة هي وبابا. بابا تو معاق ملوح في الفراش، جو وصوروه وحالته معناها تعرفوه. حسن ما فسرت لناش كيفاش توفيت اختك، شو اللي صار بالضبط؟ اللي صار بالضبط موجود هنا، ها موجود هنا اللي صار كله. هذه الشهاده عطاها لي سي الهادي بن رمضان، ما خذيتها الا بعد قداش، وها سي الهادي بن رمضان مصور فهمتي، وهذه التصويره وهذه الشهاده نتاع سي الهادي بن رمضان رئيس الفرع تاع الاتحاد، هو اللي مدهم لي بين لي حق اختي. هي في المطبخ كي روحت قلت لامي باش مات، قلت لي طلع على الشباك، من الشباك هكا مفتوح شويه، لما وقت اللي زي لوحوا معناها ضربوا بالرصاص، جات الرصاصه دخلت على النافذه فمات لحينها في الوقت، مات في المطبخ. قالت لي بعد ثم عملت لها هي برشا قهوه هنا فهمتني. كي خرجوها الاولاد باش يهزوها للسبيطار، معناها يقول لك مازالت حيه، لا وهي ميتة. وقت جت الدبابة من غادي شافوها لوحوها فم الباب، هكا يحكولي الدبابة. وقت جت دايرة فهمتوا لا زاد ضربتها على ساقاها فهمتي، عبستها على ساقاها. ينعم هكا بالشهود بالعباد كل شيء بالتبين فهمت. ايه دفنوهاش؟ قالت لي ما نعرفش. هذا يوم الثاني بعد اربع جانفي بالخميس، وقتها تقريبا بالخميس، الدنيا شتاء فهمت. مشينا للسبيطار انا وبابا واخويا. كي مشينا للمستشفى قالوا لنا راهو دفناهم وصاي، وانتم جايين وشنو جايين؟ اه يا بابا قلت تقريبا دفناهم وصاي. برا نمشوا للجبان نشوف العساس، نلقوش عساس نكلموه وين دفنوا برك اكهو. مشينا نلقى العساس، قلت له بالله من فضلك يرحم الجابك دفنوش البارح موتى. قال لي دفنوا، جابوا جات الكاميون معبيه، دفنوا ما دفنوا ومش نعرف، يا دفنوا يا لا. رم قالوا لي ما لا تطل ولا تخرج من الباب. قال لي شوف الليل والدنيا شتاء، ما نعرفش يا دفنوا يا ما دفنوش يا اما جو. احنا هكاك وكرب باشي جاي من قدام، والباب من تالي شرطه وجيش فهمت، جايين من تالي. بابا قلت وريد هذا تقريب اختي جابوها تو وفي الكهرباء باشية قلت، وكانت النتيجة كاك فهمت. قدمنا معايا أخو الشهيد الأخر صادق الحاج هذا من جندوبة مغادي، أخو هشام دندن، أخو هشام هشام أخو هشام أو محطوط هنا فهمت. وقت اللي مشيت فهمت شفت الكمين جاية وكهرباء باشية، قدمت فما عون جبد السلاح قال لي قدم منكم راه يموت. خممت انا وخويا خممنا قطعنا حوايج وقلت وقتل مات اختنا خلي احنا كملنا احنا في الجبان اخويا وقتلنا كملنا ثم ربي راهو مطلوب على الكلام هذايا، انا مطلوب قدام ربي نحكي له بالضبط قد قد. ايش نلقوا؟ نلقى قبر واحد
قبر صغير والله العظيم لا شيء فيه حاشاكم حتى مش باش يقول فمي. حبوا يردموهم هكاك فوق بعضهم. علاه؟ قلت له قبر اختي وين هو؟ خزر الاول قال له قبر واحد هنا. فهمت؟ اما هو خسر عليه كلمه سافاتي الحديث وقت اللي جبد السلاح قال لي قدم منكم يموت انا قطع له حوايجنا وقدمنا. قال صح عليكم خسر الكلمه وقت قال صح عليكم جيتوا في جبانه. اطلع فيسا شوف لي انا الطفل انا الطفل خلينا نحطوا الطفل سافر قبر واختك تو رجعوا للسبيطار كلمه واحده وفمك مسكر هكا حاشاكم. طلعت من اللي عريت اختي وجه حبيت تشوف انا وطفل انا ولا في الجبانه في الجبانه في وسط الكهرباء باشي محطين مع بعضهم الزوز. عريت وجه الطفل الاول لقيت طفل اختي قلت وهذه اختي. جيت شوفي وجه هذه من انا فهمت ولا واحد كرتوشه كبيره داخل فهمت. لقيت بالقهوه عاملها لها امي قهوه كحله باش كفك الدم فهمت. جيت نشوف لقى البلالة نتاعها وشركتها. عليه قلت وعليه حرام عليكم هكا قلت وعليه وبكل هدم دمومات. حاجة واحدة فاتت لي ساقة ما شفتهاش بكلها دم ما عندي ما نعمل ما عندي ما نشوف يدي كلها تقتل بدمومات. قال لي هبط لي الطفل فيس ناحية صاحب بلالة أختك ناحيته وناحيت لها الشركة نتاعها وحطهم يمد لي ماسو كي والله كيما الكاغت هذا. قال لي حطهم الداخل حطيته بدمهم كله. قال لي هبط لي الطفل فيس هزيته منه منه هبط وخوي يتفرج خوي يتفرج صدق الحاج أو حاج بيت الله ويحكيكم بالضبط والتوج بتفاعلي. هبط خوه حطوه فك القبر هذاك اللي قلناه وكل شيء فهمتوا ولا ودبناه واختي رجعوا للسبيطار. قال لي باش يخسر لك حاجه واحده تريقلوا فيسا تقدوا القبر نتاع اختكم فيسا هاي في يديكم من هنا سويعتي الاخرين باش نجيبوا الطفل وتدفنوه قدامنا. رجعوا الطفل للسبيطار بعد كاو عملنا القبر وكل شيء فهمتوا ولا بيدينا خسرنا كل شيء فهمتوا ولا ودفناه والحمد لله يا رب وروحنا ارواحنا. امي قعدت تعاني من الوقت هذاك اللي توفيت بابل توي يعاني. عندي خويا جاي يتكلم شاد الحبس هذا اسمه فؤاد يعني عذب معانا عذب. خويا الكبير اكبر مني اللي كان معايا في فرنسا معناه بوراقه بكل شيء خذا صدمه معناه مش نقول لك اللي توفى مات زاد كيف كيف مات هو هو هذا ما عندي ما نقول لكم هذه هي حكايتي. شنو طلب رمضان شنو طلب طلباتي معناه اخي مات كهوى من الوقت هذاك معناه شيء ما 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 شيء ما بين معناه الحقيقه تحب تعرف الحقيقه حقيقة هي بدات تبين لنا معناها في حقوقنا الحمد لله يا ربي وتعيش تونس ويعيش شعبها بالكامل ويرحم والديكم.